الله يصبحكم بألف خير وأهلاً وسهلاً فيكم من جديد بيحصل إصابة جفاف العين عند كثير من الأشخاص هذا منتشر كثير بين الناس، الناس عادةً ما بتتعامل معه ما بتعرف أو بتحس بأعراضه ولكن ما بتتفاعل معه أكثر، اليوم هذا موضوعنا هو بيكون في نقص في الدمع إنه يغطي كل منطقة العين، كيف نتعامل معه وإيش أسبابه كمان؟ بسعدنا نناقش هذا الموضوع اليوم بشكل أكبر مع أخصائي بصريات وهو مختص بالأمور الفيزيائية بالعيون الأستاذ خضر حجل، صباح الخير. اهلا صباح النور هلا كيف اصبحت؟ نشكر الله كل شيء تمام ممكن تحكينا اكثر يعني عن جفاف العين، ايش نقصد بجفاف العيون؟ هلا الجفاف العيون هو بشكل عام كنا نحكي عنه انه هو نقص في كميه الدمع الكافيه لتغطي كامل سطح العين فنقص الدموع هذا ايش بيؤدي بادي لتهيج بنفس العين وبصفة في احمرار بالعيون وبيؤدي لممكن افراز دموع زياده عن اللزوم احمرار بالعينين حكة ممكن الواحد يصير يفرك عينيه كتير ممكن ياثر كمان تشويش للرؤيه ما يكونش واحد يكون شايف بشكل طبيعي ما مش بتكونش مثلا مشكلة إنه مثلا نظارة أو أو عدس لاصقة أو إلى آخره، بتكون مشكلة الجفاف هي سبب رئيسي الجفاف بالمثل. بتعب العين نفسها بتعب عضلات العين يعني آه الموجودة؟ هلا عضلات العين لا هي لأن هي عضلات داخلية داخلية أكثر. بعيدة عن دموع العينين، بس إيش ممكن تأثر؟ تأثر مثلا إنه الواحد بطريقة مثلا غير مباشرة مش عارف يشوف واضح آه الصعوبة مثلا التهيج بالعين بيأدي إنه فيش راحة آه بيعمل كمان اللي هو الاحمرار كثير كمان من ناحيه كمان طيب. آه تواصل المجتمعي في الواحد إنه عينه حمر كثير اذا معناه مهم نسال ايش الاسباب ليش بصير عندنا جفاف في عيوننا بالضبط هلا الفكره انه في قسم كبير من الناس بيعانوا من جفاف العيون وفي طبعا كثير مستحضرات طبيه ممكن الواحد يستخدمها آه مشان مثلا يعالج الجفاف بس هذا بكون طبعا شيء مؤقت مش دائم هلا الاسباب مشان الواحد يعرف شو مشكله الدم مثلا الجفاف العيون في عنا عده اسباب لازم نفحصها او عده امور لازم نتطرق لإلها اول شيء نشوف كميه دموع العينين قديش نسبه الافراز الغده الدمعيه للدمع خلال فتره معينه في شغله ثانيه طبعا دموع العينين بتتكون من ثلاث طبقات اساسيه لكن الطبقه الخارجيه السطحيه هي عباره زي الدهنيات او الزيوت هي بتساعد انه ما الدموع تتبخر بسرعه هلا في الطبقة الوسطانية طبقة الدمع اللي هي طبعا بترطب العين بشكل عام والطبقة التحتانية اللي هي بتلاصق طبعا القرنية العين والعين بشكل عام والملتحمة هذه طبعا قريبة من الشيء المخاطي بالعين فهذا بيساعد على انتشار دموع كامل على سطح العين وبساعد انه على ترطيبها بشكل احسن هلا اذا في كان اختلال معين بواحد من الطبقات هدول الثلاث اكيد رح يكون في مشكله بال طيب يعني احنا الجفاء. يعني ممكن الناس بتقول انه احنا بالنسبه لنا الدموح انه الواحد بعيط بينزلوا دموعه ولكن انت بشرحك انت بتقول انه في شيء ثابت بيكون هو على اول طبقه في العين صح؟ هلا هلا بشكل عام لا في عده مراحل هلا ممكن نحكي في ناس بيحكوا لا انا ما فيش عندي جفاف انا والله بدمع كثير آه. وهذا الدموع كثير زياده عن اللزوم هو ممكن اللي هي سبب من اسباب الجفاف لانه تهيج العين بشكل عام بيعمل لا. ارساليات للغده الدمعية تفرز زياده مشان تغطي النقص مه. فهذا بصفي انه الدموع افراز دموع زياده عن اللزوم ب... العين نفسها مش بحاجه لها هلا ممكن نفحص مثلا اللي هي الطبقه الاولى مثلا اللي هي الدهنيه ونشوف اذا والله في نقص فيها ممكن نعالجها عن طريق قطره بتكون اكثر زيتيه في مثلاً يكون بيفحص مثلاً نسبة لكمية الدموع اللي تفرز الغدة الدمعية. اذا كانت نسبه الدموع قليله بتتعوض باطره ثانيه طيب ممكن اسالك ما. هون عن سلوك الاشخاص يعني هل الشخص هو قادر على انه يشعر باعراض الجفاف ويتعامل معها بانه يروح على الصيدليه ولا لازم دائما نرجع لمختص ونزور شخص ولا ممكن انه الشخص يعني احنا بنشوف في قطرات الترطيب اللي هي منتشره اليوم بشكل كبير وبنشوف انه اشخاص باعمار وفئات مختلفه بيستعملوها هذا سلوك م. ايجابي او لا انت شو رايك في الموضوع هلا بشكل عام الاطرات هاي اللي كانوا بامكان اي شخص يشتريها ويستخدمها بدون وصفه طبيه هاي ما بتاثرش علينا نهائيا يعني لو استعملها أسوأ الأحوال إنه ما رح يتحسن الوضع الموجود عنده <applause> بس إذا في واحد بيعاني مثلا أو شخص بيعاني من جفاف مزمن طبعا إذا بده يروح يشتري قطرة ما رح يستفيد منها بسرعة رح لازم يروح على دكتور مختص يفحص له طبعا قديش نسبه الدموع العينين يفحص مثلا كيف ايش المشكله الاساسيه ويعالجها من الاساس <applause> طيب هون بدي اسالك عن علاقه بعض الامور بجفاف العيون مثلا التدخين كيف بياثر على جفاف العيون هلا في كثير امور التدخين شيء طبيعي بياثر لانه طبعا هلا هاي بدها فحوصات كثيره بس التدخين دائما لما يطلع في دخان طالع على وجهه وعلى العين هذا شيء طبيعي بيعمل شويه حرقه وبيعمل طبعا اللي هو ممكن يكون يأثر بشكل غير مباشر كيف مثلا بأثر مثلا على الرئة بأثر مثلا على الأوعية الدموية اللي يأثر على بقية الأعضاء فهذا شيء طبيعي هلا في شغلة ثانية كثير مثلا نحكي مشكلة دارجة عند الصبايا انه وهي شيء كثير عام الميك اب حاسه اكيد الميك اب بالضبط <applause> <صفيق> اللي هو بحطوا الكحله مثلا بعبوا العين من جوا هلا على طول جفن العين في عندنا قنوات تفرز الدموع او مش الدموع اللي هي السائل ال ال الزيتي هذا فهلا صبايا كثير بيسكروه بالكحله هذه فهلا لما تسكروه طبعا فببطل فيه انه او نسبه افراز للدموع الزيتي بطريقه كافيه الطبقه الخارجيه م -م. فهذا بأثر كمان بيعمل جفاف زياده عند الصبايا على الاقل ممكن بهي النصيحه دائما انه لازم كمان يعني ازاله على الاقل المكياج اذا تم وضعه في كثير نساء اللي مثلا بساعات يعني طول الليل مثلا ممكن يكون موجود الكحل جوا العيون عشان هيك كمان يمكن هاي النصيحه ميبلي. لازم بس يمكن <applause> لازم <تصفيق> ازالته اكيد اذا هاي كمان نقطه مهمه اذا عن التدخين حكينا عن المكياج المتعلق بالنساء آه سؤالي يعني اذا كمان العدسات اللاصقه الاشخاص اللي كمان بيستخدموا العدسات اللاصقه لعيونهم بشكل دائم هل ممكن تاثر على موضوع الجفاف؟ هلا العدسه اللاصقه دائما يعني في ترابط بين عدس <applause> العدس اللاصقه وجفاف العيون لسبب العدسه اللاصقه لو مهما كانت مصنوعه من مواد ما بتمتصش الدموع او بدها او نسبه المي فيها قليله ولكن في تاثير بس بالضبط في تاثير لانه لازم العدسه على كل احوال لازم تكون تترطب لازم تمتص كميه ضئيله جدا من الدموع مشان تضلها رطبه بالعين هلأ آه عشان هيك هلأ العدسة لما تمتص جزء برده من الدمعة ولا اصلا العين ما بتفرز ما بتفرز دموع كفايه فهذا بيعمل انه جفاف شويه زياده <applause> في شيء كمان مهم على فكره ناخذ بشكل سريع اللي هو بيشتغلوا كثير على كمبيوترات او مثلا بيلعبوا بلاي ستيشنز او اكس واليوم الهواتف الذكيه ما بتنشلش من بين ايدين الناس يعني 100% هل هي الشغلات كلها ايش بتعمل بتاثر انه من كثر التركيز الواحد بينسى كمان بيرمش لانه بكون مركز كثير فكمان لما الواحد ما يرمش بشكل كافي فبهي الحاله ما بيقدرش ينشر الدموع بشكل ممتاز <applause> إحنا هون عم نحكي مش هاي. عن الوضع الطبيعي، مش انه الواحد ممكن يستخدم الحاسوب او الهواتف الذكيه لمده ساعه او ساعتين متقطعات مثلا، ولكن نحكي عن اشخاص اللي لمده ساعات طبيعه شغلهم 100% هون مم ممكن اسالك عن طبيعه الشغل، هل ممكن كمان يفرق من شخص لشخص كيف قديش بتاثر في شغله؟ احنا قاعدين يعني قدام قديش كشاف يعني 100% مثلاً. بالمية. <applause> الاضاءه القويه اكيد بتاثر، الحم الموجوده بالغرفه مثلا نحكي او الحراره هلا نسبه الحراره العاليه كمان بتساعد انه انه الدموع تت... تتبخر اسرع مم. فبصير جفاف كثير الحدادين هل... مثلا بتعاملوا مع حراره قويه او مصانع مختلفه كمان ممكن ياثر هلا لك في كمان كثير اشياء ثانيه بتاثر يعني على اساس يعني بيستخدموا اجهزه ممكن الحام كذا هذا قوه الضوء كثير باسرع كمان على اشياء ثانيه بس احنا نحكي بشكل عام اللي هو كل معظم الناس ايش بيعانوا بع... في ناس مثلا بيشتغلوا بمكاتب مثلا نحكي كونديشن او كذا او هواء سخن او هواء بارد بيجي على العين او على الوجه مباشره هذا كمان الهواء المباشر بيجي على العين هذا بأثر كثير مم. بيعمل جفاف كمان يعني كثير نسبه عاليه اخيرا في هاي النقطه بدي اسالك على التغذيه اذا مم. متعلقه بموضوع الجفاف وفعلا في ممكن امور تاثر بشكل مباشر ايش طبيعي التغذيه وشرب المي يعني المي طبعا كثير مهم للجسم التغذيه مش يعطي غذاء كافي وبحاجه طبعا الجسم بشكل عام كل اعضائه بحاجه للغذاء وهيك نفس الشيء بتتاثر الغدد اذا مثلا ما فيش غذاء كافي اكيد بتتأثر تتاثر <applause> هلا في إشي ثاني طبعا مهم انه هو شرب المي لازم اقل ما فيها كل ساعه كاسه مي صغيره بتكفي فالجسم بيمتص كامل المي وبرطب العين وبساعد لكل اعضاء الجسم خليني اسالك استاذ خضر هل شفاف العيون يعني زي ما انت ذكرت بياثر على منطقه العين ولا ممكن يمتد للمنطقه المحيطه ولا هذا غير متعلق او مرتبط هذا هي بياثر لحالات مثلا نحكي هلا ايش طبيعه جفاف, جفاف العيون بياثر على العين نفسها من جوا بس هلا في ناس بصير عندهم افراز كثير زياده عن بالدموع فبصفي السيلان بدموع على منطقه الجفن هون ومنطقه تحت العين مه. فهذا كله ايش بياثر بياثر انه بصفي في احمرار بالجلد تهيج بنفس الجلد من كثر ما الناس بنشفوا بهذا مه. والدمع نفسه دائما فصفي دائما تهيج بالطبقه الخارجيه من الجلد هون طيب هذا بياثر بدي اسالك اذا احنا بفصل الشتاء وموسم رياح قويه ومنتقل لمكان ساخن لمكان بارد هل هذا كمان بياثر على جفاف العيون هلا التغير المفاجئ بالطقس شيء طبيعي بياثر مثلا لمرحله مؤقته نحكي ثلاث اربع ثواني بينما ما واحد ممكن يرمش ويعوض العين عم. بالدمع بس في ممكن نحكي اللي هو الهواء اذا في واحد تعرض لهواء كثير مستمر ممكن يلبس نظاره حمايه مثلا هذا بتاثر النظاره بتساعد بشكل عام نعمل حاجز الهواء ما يطبش مباشره بالعين فبتساعد انه الدموع ما تتبخر طيب واخيرا بدنا نصيحه لكل الناس يعني خاصه انه هذا الشيء منتشر بشكل كبير بين الناس انه احنا بنعاني من من جفاف وزي ما انت قلت احنا بامكاننا بدرجه اولى احنا بنقدر نشعر بهذا الشيء الاعراض اللي ذكرت عنها احمرار شعور مم. بالحكه احنا بنكون منزعجين من عينينا او حاسين انه فعلا في جفاف في الطبقه الاولى ايش تنصح الناس كيف يتعاملوا هلا ممكن ننصحهم بطريقه معينه اللي اي شخص بيعاني من جفاف العيون مم. نبلش بالتدريج مم. اولا إن نعمل مثلا فحص روتيني عشان نشوف كيف تقريبا كيف نسبه دموع العينين كميتها وجودتها <applause> اذا طبعا الكميه ممتازه وجوده ممتازه ممكن ننصح طوال بالاغذيه وشرب المي اذا طبعا في نلاقي في نقص في مشكله باي شيء من طبقات الدمع او مشكله بالدمع بشكل عام ممكن نعوضه باطرات ترطيبيه لمده معينه قبل ما الجسم يرجع يبني حاله بجانب الغذاء طبعا بدي اشكرك على المعلومات وبتمنى تكون كمان عمت الفائده على كل المشاهدين شكرا لك ونهارك بقيه نهارك سعيد شكرا لك الله بشكر كمان كل المشاهدين على التواصل معنا على مدار الساعتين الله يصبحكم بالخير ومع بدايه العام رح نقترب من صباحكم اكثر، البرنامج زي ما عم بنوه كمان من خلال شاشتنا رح يكون دائما بدايته الساعه 9 الصبح هيك بنكون قراب كمان على صباحكم اكثر واكثر، اللقاء بتجدد من الله يصبحكم بالخير غدا الساعه العاشرة والنصف مني ومن العمل، اجمل التحيات والى اللقاء.